بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يسأل عن فضل الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، هل هم في الأجر والفضل والدرجات سواء، وما فضل مكة والمدينة مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما مكة والمدينة فلهما فضل على غيرهما من البلدان. مكة هي البلد الحرام، والمدينة هي دار الهجرة النبوية. وأما فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، ومكة أفضل من المدينة عند الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول بأن لي رغبة في إمامة مسجد كي أقبل على صلاتي وأستحضر ما أقول في هذه الصلاة، وأيضا لرغبتي بالراتب الذي يصرف مقابل ذلك، فهل أقدم على الإمامة أو أمتنع؟ إذا كان فيك أهلية للإمامة وتعرف من نفسك أنك ستقوم بها، فلا شك أن هذا أمر طيب، وما تعطاه من المكافأة أو الوظيفة هذا حق من حقوق الإمامة، وهو من المصارف الشرعية التي هي لمصالح المسلمين. ولا شك أن الإمام بحاجة إلى نفقة ومؤونة، لأنه سيتفرغ للإمامة، هو بحاجة إلى هذه المكافأة وهذا الراتب، ولا حرج عليه في ذلك إذا لم يكن قصده الراتب وطمع الدنيا واستغلال المسجد. إذا كان قصده التقرب إلى الله عز وجل ويستعين بهذا المال الذي يعطاه، فإنه مأجور في ذلك، وهذا مما أباحه الله له. نعم. ما رأيكم فضيلة الشيخ، وما حكم الشرع في نظركم في رد الخاطب الكفء إذا تقدم لابنة صالحة وقام الوالد برده؟ هذا معصية وعضل لموليته، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز لوالد المرأة أو وليها إذا تقدم لها كفء رضيت به أن يمنعها منه، لهذا الحديث، ولأنه إذا منعها من كفء رضيت به صار هذا من العضل المحرم. والله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. المبادرة بتزويج المرأة هذا أمر مطلوب، ليصونها زوجها وليعفها ولمصالح كثيرة تترتب على النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشيخ، هل يجوز لي أن أشتري السلعة وأبيعها على شخص قد عرفت بل وتيقنت قبل شرائي للسلعة بأنه سوف يشتري السلعة مني، مع العلم بأنه لم يكن هناك وعد أو اتفاق مسبق، بل لمعرفتي بالشخص تيقنت أنه سوف يشتريها مني؟ لا بأس بذلك على موجب السؤال. إذا شريتها وملكتها تملكا تاما ثم بعتها على غيرك لا مانع من ذلك، وأحل الله البيع وحرم الربا. أما أن تشتريها له تنقد ثمنها ثم تسترد هذا بزيادة منه، تشتريها له
ثم تقول إنك بعتها عليه وأنت ما شريتها لك حتى تبيعها عليه، وإنما شريتها له، فتعتبر أنت مقرضا له في هذه الحالة، ولا يجوز أن تأخذ زيادة على القرض على ثمنها الذي أقرضته إياه. أما إذا شريتها لك وتملكتها فإنك تبيعها عليه بما شئت، ولو زدت من ثمنها وربحت في ثمنها لا مانع من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل عبد الله، حدثونا عن التوبة وما هي شروطها، وأيضا ما معنى التوبة النصوح؟ التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وهي واجبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يجب على المسلم إذا أذنب ذنبا أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا من فضل الله عز وجل، أمر بالتوبة ووعد أنه يتوب على من تاب ويغفر له ذنبه. ولكن التوبة ليست باللسان فقط، التوبة لها شروط لا بد أن تتحقق، وهذه الشروط هي ترك الذنب والابتعاد عنه، ولا يقول أتوب إلى الله وهو لم يغادر الذنب ولم يتركه. الشرط الثاني أن يعزم ألا يعود إليه مرة ثانية، فإن كان يتوب إلى الله وفي نيته أن يعود إلى الذنب في وقت آخر فهذه توبة مؤقتة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث أن يندم على ما فات ويتصور هذا الذنب ويخاف منه، ولا يقول أنا تبت خلاص، بل يكون خائفا من هذا الذنب، فيكون عنده ندم على ما حصل منه. هذه شروط التوبة، إذا توفرت تقبل الله توبة سبحانه وتعالى كما وعد. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عبد العزيز يقول، نحن نعلم فضيلة الشيخ بأن الرضاع مدته عامين، فهل يمكن للطفل أن يظل يرضع أكثر من عامين؟ وإن كان ذلك جائز فكم هي المدة المتاحة للأم بعد انتهاء العامين؟ وهل يعتبر من أرضع بعد العامين من أبناء الأخت إخوة من الرضاع؟ قال الله جل وعلا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا أعلى سن للرضاعة، لأنه إذا بلغ الحولين فهو مظنة أنه يستغني عن اللبن وأن يأكل الطعام. لكن لو أنه ما استغنى عن اللبن ولم يأكل الطعام ولو تجاوز الحولين فإنه يرضع، إنما الرضاعة من المجاعة، ما دام أنه ما يأكل الطعام ولو زاد على الحولين يرضع. وأما إذا كان يستغني بالطعام عن اللبن فإنه يفطم على الحولين، ويكون رضاعه بعد الحولين من رضاع الكبير لا ينشر الحرمة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، أنا محافظ على الصلوات ولكنني أفعل بعض المخالفات، فهل صلاتي صحيحة وبماذا توجهونني مأجورين؟ نعم، صلاتك صحيحة إذا تقبلها الله عز وجل، تؤجر عليها وتأثم على الذنوب والمعاصي التي تفعلها، ولو أنك تصلي تعاقب عليها، عليك أن تتوب من الذنوب والسيئات. الله جل وعلا قال، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي يصلي ويحافظ على الصلاة في الغالب أن صلاته تنهاه عن الذنوب والمعاصي، ولكن قد يقع في شيء منها فيتوب إلى الله عز وجل ويبادر بالتوبة. ولو لم يتوب فإن صلاته صحيحة ويثاب عليها، ولكنه يعاقب على هذا الذنب الذي هو مقيم عليه. نعم. يقول، نقوم بختم القرآن أنا وأولادي ونقرأ دعاء ختم القرآن، هل ورد شيء في ذلك؟ لا بأس بهذا. طيب، الصحابة والسلف الصالح كانوا إذا أنهوا القرآن يجتمعون ويستمعون للدعاء ويؤمنون عليه، ويدعوهم القارئ للحضور لأجل أن يؤمنوا على دعائه وينالهم من الأجر وتقبل هذا الدعاء، فهذا سنة لا شك. نعم. يقول، عندنا صندوق مع إخواني وأخواتي نضع فيه مبالغ متساوية، وتمر عليه سنة أو أكثر، هل فيه زكاة؟ على حسب الغرض من هذا الصندوق، إن كان الغرض منه الاستثمار طلب الربح فيه الزكاة،
في رأس ماله وفي أرباحه. وأما إن كان هذا الصندوق لأجل مساعدة المحتاجين ولا يستثمر ولا يعود على المتبرعين شيء من ذلك، يعني من طريق الاستثمار أو من طريق الربح، فإنه يكون مصرفه مصرف الزكاة ولا زكاة فيه، لأن مصرفه مصرف الزكاة وهو الإحسان إلى المحتاجين. نعم. هذا سوداني يسأل عن الأضحية، يقول بالنسبة للأضحية هل هي خاصة بالضأن أم بالمعز، وهل هم في الأجر سواء؟ الأضحية تكون في بهيمة الأنعام، تكون في الضأن وفي المعز وفي البقر وفي الإبل، كلها يضحى منها. والشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وأما البقرة فتجزي عن سبعة، والبدنة تجزي أيضا عن سبعة. أيضا يشترط في الضأن أن تكون جذعة، يعني مر عليها ستة أشهر نصف سنة، ويشترط في الماعز أن يكون مر عليها سنة، ويشترط في البقرة أن يكون مر عليها سنتان، ويشترط في البعير أن يكون مر عليه 5 سنين. هذه أسنان الأضاحي التي لا تجزي إلا إذا وصلت إليها الأضحية. نعم. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: أعاني فضيلة الشيخ من زيادة أيام الدورة حيث تصل إلى 14 يوم في البداية، وتذكر بأنها دورتها 7 أيام، كيف تتعامل مع الصلاة في هذا؟ مأجورين. ما دام الدم ينزل منها وهو دم الحيض المعروف برائحته وبلونه وبسخونته، فإنها تعتبر حائضا ولو زاد عن العادة، لأن العادة تزيد وتنقص وتتقدم وتتأخر، لكن العبرة بطبيعة هذا الدم، فإنها تجلس ما دام ينزل عليها الدم ولو وصلت إلى 15 يوما، لأن أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض 15 يوما. نعم. يقول هذا أيضا السوداني له بقي هذا السؤال: قصيدة البردة فضيلة الشيخ يتداولها بعض الناس ويحثون على حفظها وقراءتها، نرجو من الشيخ التوجيه. البردة التي هي بردة البوصيري هذه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه غلا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ادعى أن له تصرفا في الكون وأنه هو الذي ينقذ من العذاب يوم القيامة، ولهذا يقول يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أفضل الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، يعني يوم القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. اعتبر الرسول هو الذي ينقذ من عذاب الله يوم القيامة، وأنه هو الذي يستعاذ به من العذاب، ثم قال: ما هو أشد، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل الدنيا والآخرة بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل العلم كله علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يترك لله شيئا، فهل بعد هذا الغلو من غلو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، يعني لا تمدحوني وتغلو في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا كلام باطل وهو شرك بالله عز وجل، شرك أكبر، فكيف تمدح هذه القصيدة التي فيها هذا الشرك وهذا الغلو الباطل والعياذ بالله؟ لا يمدحها إما جاهل لا يعرف العقيدة، وإما زائغ وضال يدعو إلى الشرك بالله عز وجل. فهذه القصيدة يجب أن تمنع وألا تقرأ، وأن يتخذ نحوها ما يكفي المسلمين من شرها وانتشارها، وإن كان الخرافيون يعتنون بها ويقرؤونها، لا سيما يوم المولد الذي يزعمون، هذا كله أمر لا يجوز، وهو ترويج للشرك ووسائله، ترويج للخرافات، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل لابد من التساوي في العمر بين الشاب والشابة في الزواج، لأن بعض الشباب يحجم عن الزواج من المرأة الصالحة التقية إذا كانت أكبر منه بسنوات قليلة فيقوم بتركها؟ ليس للزواج سن، الرجل يتزوج إذا بلغ
أو قبل ذلك أيضا، لو تزوج قبل البلوغ لا مانع. كذلك البنت تزوجت قبل البلوغ لا بأس بذلك، أو بعد البلوغ، فلم يحدد للزواج سن. ويجوز للكبير أن يتزوج الصغيرة، ويجوز للصغيرة أن تتزوج الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه، أكبر منه بسنين، وتزوجها صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من ذلك. الذي يحدد الزواج بسن معينة هذا يعتبر مخالفا للشرع، مقيدا لما أباح الله سبحانه وتعالى، ومعرقلا للزواج. نمشي على ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. له فقرة تابعة لهذا السؤال الشيخ صالح، وهو يقول بأن الزواج من الأقارب يتخلله مشاكل و... هذا أيضا من الخرافات. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة لابن عمه علي بن أبي طالب، وتزوج هو صلى الله عليه وسلم من قرابته، تزوج من قريش. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أحمد: شيخنا في العمرة والحج ألبس الكمام نظرا لأن عندي حساسية. لا بأس بذلك، تلبس الكمام لأجل توقي الحساسية أو الغبار أو الدخان، لا بأس بذلك. يكون الكمام على الفم والأنف، لا يكون على الرأس. نعم. يقول: عازم على الحج السنة القادمة، وأستشيركم في أي الأنساك آخذ؟ تأخذ الأفضل وهو التمتع، تحرم بعمرة من الميقات ثم تؤديها إذا وصلت إلى مكة، ثم تتحلل منها، تلبس ثيابك، ثم إذا جاء يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة تحرم مرة ثانية بالحج، ويكون عليك فدية التمتع. نعم، هذا أفضل الأنساك. أحسن الله إليكم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ للتفكير، لأنني الحقيقة أعاني من وجع في رأسي وأفكر كثيرا عندما أدخل في الصلاة، ولا أدري كم أصلي، 4 أم 5، هل هذا التفكير والزيادة في الصلاة تخل بصلاتي، وماذا يجب علي؟ الذي لا تستطيع وهو يأتي عليك بدون قصد منك لا تؤاخذ عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتصلي على حسب حالك، وتحاول إحضار ذهنك وقلبك في الصلاة مهما أمكن ذلك، وإذا طرأ عليك تفكير ترفضه وتقبل على صلاتك، ولا يضرك هذا إن شاء الله. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: ما تفسير الآية الكريمة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ نعم، الإله بمعنى المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض، تعبده الملائكة ومن في السماوات يعبدون الله، ويعبده من في الأرض أيضا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وأجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله.